بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، قسم النهائي شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم تمارين فيما يخص الأعداد المركبة والتحويلات النقطية. إذن كما راكم تشاهدوا، الأعداد المركبة التمرين الرابع، اكتب كل من الأعداد التالية على شكلها المثلثي: زاد واحد يساوي واحد زائد اي، زاد اثنين يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة اي، زاد ثلاثة يساوي ناقص جذر خمسة ناقص اي جذر 15، زاد ربعة يساوي ناقص جذر ستة زائد اي جذر اثنين. أولا نرسم المفكرة حساب المثلثات. هذا الجدول لازم يكون معروف، لازم يتحفظ، كانش فيها يعني طريقة أخرى، لازم يتحفظ. إذا نبدأ بالحل فيما خص المركب، العدد المركب زاد أ واحد زائد إي هو شنو؟ إذا حولناه إلى شكله المثلثي ولنا ار أ، وهو الطويلة، مضروب في كوسينوس تيتا أ. تيتا أ هو الأرجومون أي العمدة، زائد اي سينوس تيتا دو تيتا ان، دايما ماشي تيتا دو تيتا ان. فوالا، اذا اولا نحسبو الطويلة. الطويلة هي شنو؟ هي جذر ل ان واحد مربع زائد الواحد لعامل ل اي وهو واحد مربع، اذا جذر اثري. فيما يخص الارغومون تيتا ان، كما ما هي نعبر عليها كما يلي: هي كوسينوس تيتا هي اكس على ار، وسينوس تيتا هي ايغريك على ار، ولكن زد هي لازم تكون اكس زائد اي ايغريك. هنا تولي ار كوسينوس تيتا اي سينوس تيتا. كي نطبقوا كوسينوس تيتا واحد هي واحد على هذاك الواحد هاول هنا، وعلى الواحد هو اكس على الطويلة جذر اثنين. اذا ضربنا البسط لهنا جذر اثنين ولهنا جذر اثنين، تولينا جذر اثنين على اثنين، ولهنا سينوس تيتا واحد واحد على جذر اثنين وجذر اثنين على اثنين. وكي نشوفوا الجدول السابق نلقاو بلي تيتا واحد هو بي على ربعة. اذا بي على ربعة كما تشوفوا في الدائرة المثلثية تيتا هي بي على ربعة، الدور تاعها هو دو كابي. فيما يخص التمرين المركب، العدد المركب الثاني هو زد اثنين و يساوي ثلاثة ناقص ثلاثة اي، معناه ار دو وهو الطويلة كوسينوس تيتا دو زائد اي سينوس تيتا دو. اولا نحسبو الطويلة وهي جذر ثلاثة هذه مربع زائد ناقص ثلاثة مربع، تمدلنا ثلاثة ناقص اثنين، هي يعني جذر 18 ولكن ثلاثة ناقص اثنين. لو فيما خص لارغومون حساب لارغومون وهو تيتا دو وشن هي؟ هي اكس وهو ثلاثة، ها هو هذاك اكس لهنا اكس على
الطويلة. بعد الاختزال توصلوا إلى جذر 2 على 2. فيما يخص السينوس تيتا 2 معناه ناقص 3 وهو هذا إيكراك. إيكراك راكم تشوفوا إيكراك يسمت من ناقص 3 على الطويلة. بعد الاختزال توصلوا إلى ناقص جذر 2 على 2 وهو 7 بي على 4 أو ناقص بي على 4. هاكم تشوفوا كي نديرو ناقص بي على 4 له 7 بي على 4 خاطركش لهنا بي فيه قداش بي فيه بي فيه 4 خطرات 4 أجزاء ولا هنا فيها 3 لهنا زوج ولا هنا واحد دونك 3. العدد المركب الثالث وهو زد 3 يساوي ناقص جذر 5 ناقص اي جذر 15 ويساوي ار 3 وهو الطاولة للعدد الثالث المركب. كوسينوس تيتا 3 زد اي سينوس تيتا 3. فيما يخص حساب الطاولة راكم تعرفوا نحكموا لهنا هو اكس دائما اهو اكس ولهنا ايكراك واش تمدلنا تمدلنا 2 جذر 5 اذا ار 3 هي 2 كوسينوس تيتا 3 واش هي تيتا 3 هي ناقص جذر 5 معناه لو اكس ها ولا لا على الطاولة ناقص 1 على 2 بعد الاختزال. فيما يخص سينوس تيتا 3 هي إيكراك هاي ناقص جذر 15 على الطاولة وهو 2 جذر 5 بعد الاختزال واش مدلنا ناقص جذر 3 على 2. فيما يخص التمثيل تاعو في على الدائرة المثلثية راكم تشوفوا لهنا عندك ناقص 1 على 2 هو كوسينوس او لهنا وفيما يخص السينوس هو ناقص جذر 3 على 2 توصلوا الى 4 بي على 3 ها هي النتيجه لارجومون 3 يساوي 4 بي على 2 مع الدور 2 ك بي. العدد المركب الرابع وهو زاد 4 يساوي ناقص جذر 6 زائد اي جذر 2 يساوي شنو يساوي الطاولة ار 4 مضروب في كوسينوس لارجيمون تيتا 4 زائد اي سينوس تيتا 4. نعرفو نحسبو الطاولة نحكمو هذا اكس هاهو اكس وهذا لنا ايكراك نتبعوا الدرس واش قلنا توصلوا الى 2 جذر 2 هذه هي الطاولة. فيما يخص الارغومون عندك كوسينوس تيتا 4 هي ناقص جذر 2 هو اكس على الطاولة بعد الاختزال نتوصلوا الى ناقص جذر 3 على 2 وسينوس تيتا 4 هي كذلك 1 على 2. كي نشوفو نشاهدو لهنا نرسمو الدائرة المثلثية واش تمدلنا عندنا كوسينوس سينوس تيتا 4 هي 1 على 2 هاكم لهنا السينوس من جهة تاع السينوس وناقص جذر 3 هناك معناه لهنا 5 بي على 6 لأن بي هم لهنا كامل نقسمو على 6 عندنا 5 من 6 5 على 6 بي نتمنى لك التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.